درسنا النهارده الدائرة تعريف ومفاهيم أساسية، ده أول درس طبعا في الهندسة في الترم ده. تعالوا كده نتعرف الأول على إيه هو تعريف الدائرة. تعريف الدائرة الرياضة هو مجموعة نقط المستوى التي تبعد بعدا ثابتا عن نقطة ثابتة. طبعا النقطة الثابتة هي نقطة مركز الدائرة، في حين إن البعد الثابت هو طول نصف نقطة الدائرة. طيب عندنا ملاحظة هنا بتقول إيه؟ لو انا رسمت دايره او حتى اي شكل هندسي في المستوى بتاعي هيقسم لي نقاط المستوى لثلاث مجموعات. ايه هما؟ اول مجموعه هي مجموعه النقط داخل الدايره، زي مثلا في الرسم دي نقطه مين، نقطه واو، نقطه هي، كلهم بيقعوا داخل الدايره. تاني مجموعه هي مجموعه النقاط على الدايره، وممكن بدل كلمه على الدايره اقول مجموعه نقاط الدايره، بيتفهم على طول ان هي على الدايره المقصود بيها النقط اللي على محيط الدايره، زي مثلا نقطه الف ونقطه ب ونقطه ج ونقطه د. ثالث مجموعه من النقط هي مجموعه النقط اللي تقع خارج الدائره، زي مثلا في المثال بتاعنا والرسمه بتاعتنا هنا نقطه ك او نقطه ص. طيب احنا عندنا حاجه اسمها سطح الدايره. ايه هي سطح الدايره؟ هي اتحاد ما بين مجموعة النقط بتاعة الدايرة اللي هي زي ما اتفقنا على الدايرة، اتحاد مجموعة النقط داخل الدايرة، فده بيدينا سطح الدايرة. يبقى سطح الدايرة ببساطة هو مجموعة النقط داخل الدايرة اتحاد مجموعة النقاط على الدايرة، يعني على محيط الدايرة. طيب نبدأ بشوية تعريف كمان احنا عارفينها من زمان، واخدينها قبل كده أكتر من مرة. أول حاجة نصف قطر الدايرة اللي هو كان اختصاره نقط. نصف قطر الدايرة هو أي قطعة مستقيم طرفيها اللي هما البداية والنهاية لازم يكون نقطة مركز الدايرة وأي نقطة على الدايرة، يعني مثلا ميم ألف ده نصف قطر، ميم ب ده نصف قطر، حتى لو وصلت ميم ج او ميم د هتبقى انصاف اقطار، وطبعا طالما عندي نفس الدايره يبقى انصاف الاقطار بتاعتها دايما طول ثابت. طب تعالوا بقى ناخد ايه هو تعريف الوتر. الوتر هو اي قطعه مستقيمه طرفيها زي ما اتفقنا بدايتها ونهايتها اي نقطتين على الدايره، بس بشرط انه لا يمر بمركز الدايره. يعني في الرسمه اللي فاتت كان عندنا مثلا ج د كان وتر في الدايره. طيب ايه هو القطر بقى؟ هو وتر برضه بس بيمر بمركز الدايره، يبقى هو قطعه مستقيمه طرفيها نقطتين على الدايره بس بيمر بالمركز، او ممكن اقول هو وتر مار بمركز الدايره. طيب عندنا ملاحظه ساعات بتيجي على صوره اكمل بيقول لي ان اطول اوتار الدايره هو مين؟ هو القطر. طب ايه هو بقى محور التماثل؟ لو احنا افتكرنا كده محاور التماثل بتاعت الاشكال الهندسيه كان الخط المستقيم اللي يقسم لي الشكل الهندسي بتاعي لجزئين اقدر اطبقهم في بعض. طيب هنا بيقول لي اي مستقيم بيمر في مركز الدايره هو محور تماثل لها، وعشان كده انا اقدر ارسم عدد لا نهائي من محاور التماثل للدايره. طيب لو عندي اجزاء من الدايره زي نص، ربع، ثلث، دول هيكون لهم محور تماثل واحد فقط. طب تعالوا كده شوفوا معايا نتائج هامه. دي اول نتائج هبتدي استخدمها في حل المسائل. النتائج دي مرتبطه ببعضها. النتيجه الاولى بتقول لي ايه؟ المستقيم المار بمركز الدايره، ده اول شرط لازم يكون مار بمركز الدايره. وبمنتصف اي وتر فيها هيعمل ايه؟ هيكون عموديا على هذا الوتر. يعني لو هو مديني د منتصف الوتر ا ب
وعندي مستقيم جاي من مركز الدايره لنقطه الدال، انا هقدر استنتج ان هو عمودي على الوتر وان قياسات الزوايا هنا 90 درجه. طب النتيجه الثانيه العكس، المستقيم المار بمركز الدايره، ادي اول شرط مار بالمركز، عمودي على اي وتر فيها، يبقى هيعمل فيه ايه؟ هينصف هذا الوتر. يعني لو الميم دال عمودي على الوتر ا ب، انا هقدر استنتج ان ال د بيساوي الدال ب. طيب النتيجه الثالثه، لو عندي مستقيم عمودي على اي وتر في الدايره من منتصفه، يبقى اكيد المستقيم ده هيمر بمركز هذه الدايره. تعالوا كده نشوف مثال. المثال هنا بيقول لي ايه؟ دائرتان متحدتا المركز ميم. انا عندي دايره صغيره جوه دايره كبيره والاثنين لهم نفس المركز ميم. رسم الف ب وتر في الدايره الكبرى فقطع الصغرى في ج و د. عايز يثبت ايه؟ عايز يثبت ان طول القطعه الف ج بيساوي طول القطعه ب د. ولحظه بس ليكم، المساله دي ممكن تكون بدون رسم وانا ارسم الرسم التوضيحي ده عشان ابدا احل. طيب تعالوا نبدا نحل كده. طبعا انا مفيش غير الثلاث نتائج اللي احنا خدناها من شويه هتساعدني في حل المساله. فاول حاجه انا هنزل عمل، هنزل قطعه مستقيمه مثلا م ه عموديه على الوتر ا ب. يبقى انا عندي في العمل بتاعي نرسم م ه عمودي على الوتر اللي هو ا ب. طب مين بقى البرهان؟ القطعة من ه هتعمل ايه في الوتر ا ب؟ هتنصفه ا ه ا ب ه. فهقول له كده في الدائرة الكبرى، بما ان عندنا م ه عمودي على الوتر الكبير ا ب، يبقى انا هقدر استنتج اذا طول ا ه بيساوي طول ب ه. طيب وفي الدائرة الصغرى نفس الكلام، في الدائرة الصغرى بما ان الميم هي عمودي على الوتر اللي هو ج د، يبقى هنصفه، اذا عندنا ج ه بيساوي د ه، وده الاستنتاج رقم 2. طيب من الاستنتاج الاول والاستنتاج الثاني بالطرح نجد ان هنجد المطلوب ان طول ا ج هيساوي طول ب د. طب تعالى نشوف كده المثال الثاني بيقول ايه؟ بيقول لي انا عندي هنا ا ب وتر يوازي وتر ج د، عندي س منتصف الوتر ا ب، عايز يثبت ان كمان نقطه ص منتصف الوتر ج د. طيب انا لو قدرت اثبت ان الميم ص جاي من مركز الدايره لنقطه ص عمودي على الوتر ج د، يبقى اكيد ص منتصف ج د. طب حتى واحده واحده، انا عندي ايه المعطيات؟ س منتصف ا ب، يبقى انا اقدر استنتج ايه؟ ان من مركز الدايره لنقطه س عمودي على ا ب. يبقى انا هقول كده في البدايه، بما ان س منتصف الوتر بتاعنا ا ب، يبقى انا هقدر استنتج ان الميم س عمودي على الالف ب. طالما الميم س عمودي على الالف ب، يعني معنى كده ان قياس الزوايا هنا 90 درجه. اذا قياس زاويه مثلا ميم س الف بيساوي 90 درجه. طيب انا عندي توازي لازم استفيد من التوازي، ج د بيوازي الف ب، وعندي س ص قاطع، فانا عندي حرف زد وكذلك عندي حرف يو وكمان في حرف اف، لكن انا ممكن استعين بحرف الزد. هقول له بما ان ا ب بيوازي الجيم د و س ص قاطع لهما، يبقى انا اقدر استنتج اذا قياس الزاويه د ص س او د ص ميم بيساوي قياس الزاوية ميم س أ، بيساوي قياس الزاوية ميم س أ بيساوي 90 درجة،
بالتبادل. طالما دلوقتي طلعت زاوية ميم صاد دال 90 درجة، أو أنا استنتجت دلوقتي إن هي 90 درجة، يبقى الميم صاد عمودي على الجيم دال، وبالتالي صاد منتصف الجيم دال. قلنا أن قياس دال صاد ميم أصبحت 90، يعني أستنتج من كده إن الميم صاد عمودي على الجيم دال، يبقى أكيد الصاد منتصف الوتر جيم دال. نيجي بقى لسؤال متفوقين. سؤال متفوقين هنا محتاج منك رسمة توضيحية عشان تبقى شايف شكل المسألة وتقدر تحلها. بيقول لي ا ب و ج د وتران متوازيان في الدايرة دي. طول ال ب 12 سم، طول ال ج د 16 سم. عايز البعد بين هذين الوترين إذا كان طول نصف قطر الدايرة دي بيساوي 10 سم.